أفضل أهداف دور الـ 16، الهدف الأول لمراد باتنا في مرمى الاتحاد. أجمل هدف، هدف لاعب نادي الطائي فهد الجهني في مرمى التعاون. فهد الجهني. هدف مراد باتنا الثاني فهد الجهني. أفضل هدف فهد الجهني. هدف اللاعب فهد الجهني في مرمى التعاون. أجمل هدف، هدف فهد الجهني، هدف الطائي الثاني في مرمى التعاون. أفضل هدف فهد الجهني لاعب نادي الطائي. مراد باتنا الثاني لاعب طائر للاعب نادي الفتح. مراد باتنا الهدف الأول في نادي الاتحاد. هدف على الطائر هو الهدف الثاني من مراد باتنا في مرمى الاتحاد. الهدف الثاني للفتح مراد باتنا. هدف الطائي الثاني في مرمى التعاون من اللاعب فهد الجهني. هدف لعب الفتح الهدف الثاني في مرمى الاتحاد من اللاعب مراد باتنا. هو هدف نادي الفتح الثاني من الاتحاد عن طريق اللاعب المغربي مراد باتنا. أفضل هدف، هدف مراد باتنا الثاني في الاتحاد. فهد الجهني لاعب فريق الطائي في مرمى التعاون. هدف مراد باتنا الأول. اللاعب فهد الجهني في مرمى التعاون. هدف لاعب الفتح مراد الثاني في مرمى الاتحاد. أفضل هدف، هدف فهد الجهني لاعب الطائي. ستكمل بقية المشوار في هذا الدور. النصر يتقدم وفهد يتقدم. يا الله يا الله، لا 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 لا، تصويبة تصويبة قوية سريعة يا فهد، سريعة كسرعة الفهد في شباك كاسيو. واو يا كاسيو، اليوم أي قذائف تستقبلها، اليوم أي قذائف تستقبلها، أي صواريخ من